سالفتنا اليوم تردنا صغار كشباب أو بنات. سالفتنا اليوم أناشيد الطفولة، أنا في الروضة ويا أصحابي، ساعة لعبي ساعة لكتابي. أنا باللودة ويا أصحابي، ساعة لعبي ساعة أروح لبيتنا. يا سلام على هذيك الأيام والأناشيد الحلوة الجميلة البسيطة اللي دائما نرددها من كثر التكرار في المدرسة. من يتذكر من دق الجرس ودق الجرس واسمعوا دق الجرس واسمعوا صوته جميل دين داندو، يعني لحن معين في قلوبنا. وصلنا لعمر كبير بس تمت هالأناشيد في راسنا وفي قلبنا، دايما نرددها تلقائي وساعات نحلم فيها واحنا راقدين. ليش؟ لأن كانت طفولة بسيطة حلوة. الحين الطفولة أجمل وأجمل بس احنا لها نكهة أو إحساس غير. واسمعوا هذه: مدرستي الحبيبة من بيتنا قريبة، أذهب في الصباح إليها بانشراحي. احنا كنا نروح لها بانشراحي؟ جاوبوني في صدق. أكاد من سروري أطير من سريري، اللي كنا نقوم كسلانين وما نبغى نسير من المدرسة. يزعجون الواحد ويقعدونه من أحلى نومة. هاي الأناشيد يا جماعة الخير ما حفظناها، ما أدري شلون حفظناها أصلاً، وليش نتذكرها اللي وصل 50 و55 واللي وصل 60؟ ليش بعدنا نرددها بين فترة وفترة نتذكرها؟ ليش؟ يا ماما كانت بأعلى الشجرة، آمنة في عشها مستترة، وأقبل الصياد ذات يوم وحام. عاد مو متذكرينها كامل. الله الله، يدش المدرس أو يدش المدرسة حق أخواتنا البنات، قوموا، اللي حافظ يوقف واللي محافظ يطلع برا على الصبورة. قبل ما يدش المدرس لازم الشلة اللي جالسين ورا الصف، كل واحد يبي يسمع الثاني، ويحط الكتاب شي شوي مبين في الدرج على أساس إذا يقدر يقرأ بدون ما يشوفه المدرس، ويختار له واحد ما شاء الله جسم يخليه قدامه عشان ما يحس. أو أنا شخصيا كنت ألصق الكتاب على ظهر اللي قدامي أو كاتبنها عشان وأنا واقف أقرأ بدون ما يحس المدرس. الله يسامحنا ونعتذر لمدرسينا. على فكرة إذا تشوفون شعري طويل الحين كانت فيني عقدة من صغري أبا طولة، ومدارسنا ما كان يخلونه، من كبرنا طولت الشعر. أنا ببقى قايل لك 10 مرات شعرك هذا تخفه ولا تحسنه. وين هالأيام يا جماعة الخير؟ نبى نعود لطفولتنا. وهل سنعود؟ عسى بس ما بينتي طفولتي السعيدة للأولاد. لا تخاف، سرك كبير.